السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا ان شاء الله هنشرح الكدني. الكدني زي ما انتم شايفين بيبقى شكلها بين شيبد كده، بتبقى عاملة زي حبة الفول او زي حبة الفاصوليا او اللوبيا، يعني بيبقى ليها lateral convex surface وليها ميديال كونكيف سيرفيس. طبعا الميديال كونكيف سيرفيس ده بيبقى فيه البوابه اللي هي الهايلم. البوابه دي يعني في حاجات بتدخل وحاجات بتخرج، فهي بتدخل الارتيريال بلاد سبلاي وبيخرج منها زي ما انتم شايفين الرينال فين، وخارج منها كمان اليوريتر. تمام. طبعا الجزء اللي هو الابر بارت بتاع اليوريتر اللي هو الفانل شيبد بارت ده بنسميه رينال بيلفس. تمام. طيب الكدني زي ما انتم شايفين كده هي بتبقى جزئين، الاوتر دارك براون بارت دوت هو ده الكورتكس، والجزء اللي هو السنترال ده اللي هو بيبقى بيلر شويه في الفريش ستيت هو دوت المظله. يبقى هي عباره عن كورتكس وده بيبقى اوتر دارك براونش بارت، والمظله اللي هي الانر بيل استرييتد بارت. تمام. طيب تعال نشوف الكورتكس بيبقى فيها ايه. عاده الكورتكس بيبقى فيها ال رينال كورباسلز، وبيبقى مع الرينال كورباسلز بيبقى فيه الكونفوليوتد تيبيولز وكمان البيريتيوبولار كابيلاريز. طب والمظله بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها بقيه اجزاء النيفرونز اللي هي اللوب اوف هيل، وبيبقى فيها كمان الكولكتنج تيبيولز والكولكتنج دوكس، وبيبقى فيها كمان بلاد كابيلاريز. تمام. طيب زي ما انتم شايفين كده الكورتكس بيبقى فيه أجزاء منها ممتدة كده، يعني زي extensions كده موجودة في المظلة، حتى هي نفس لون الكورتكس اهي. ال extensions دول بيسميهم renal colons of Pertini. خلاص كده، يبقى دي colons of Pertini. ال colons of Pertini دي هي عبارة عن extensions من الكورتكس داخلة between renal pyramids اللي هي الاستراكشر بتاع مين؟ بتاع المظلة. وبالتالي الرينال كولنز اوف بيرتيني دي بتبقى ليها نفس الاستراكشر بتاع مين؟ بتاع الكورتكس، يعني هي اكستنشن من الكورتكس وهيبقى ليها نفس الاستراكشر بتاع الكورتكس. تمام. طيب طب المظله، المظله زي ما انتم شايفين بتبقى عباره عن بيراميدز، المثلثات او الاهرام اللي انتم شايفينها دي بنسميها ميدالري بيراميدز. كل بيراميد من دول بيبقى له بيز متجهه ناحيه الكورتكس، وله ايبكس بتبقى متجهه هنا ناحيه مين؟ ناحيه الرينال بلفس. المظله زي ما اتفقنا بيبقى فيها الكولكتنج دوكس والكولكتنج تيبيولز، وفيها اللوب اوف هيل وشويه كابيلاريز. تمام. طيب كل الكولكتنج دوكس والكولكتنج تيبيولز بيتجمعوا في دكت اكبر. الدوكس الاكبر دي بتفتح هنا في الايبكس بيبقى اسمها دكت اوف بليني، وعشان كده الايبكس دي احنا بنسميها البابيلا، وهي بتبقى مخرمه عشان فاتح فيها دوكس اوف بليني، واي حاجه مخرمه بتبقى زي المصفه فبيقولوا عليها سيف بليت او بيسموها اريا كريبروزا. كريبروزا برضو يعني على فاكرين انتوا الكريبري فورم بليت اللي موجود في السكال. تمام. اللي هو بيعدي منه الاولفاكتوري نيرف فايبرز، فهو طبعا بيبقى مخرم، فكريبري فورم يعني حاجه مخرمه خلاص، او سيف برضو يعني حاجه مخلص حاجه مخرمه. تمام. طيب قال لك بقى زي ما قلنا ان الكورتكس كان في اجزاء منها بتمتد دهيت في المظله بتوين الرينال بيراميدز وكان اسمها كولنز اوف بيرتيني، برضو المظله بيمتد منها ريز استريت اهيت في الكورتكس، والريز دي بنسميها مدلر ريز، واكيد هتبقى ليها نفس الاستراكشر بتاع مين؟ بتاع المظله، يعني فيها الحاجات اللي احنا قلنا عليها موجوده في المظله. تمام. طيب حلو قوي، ده بمنتهى البساطه يعني عشان ما نخشش في ديتيلز كتير. طب تعالوا، في عندنا حاجتين عايزين نعرفهم او نفرق ما بينهم. حاجه اسمها طبعا برضو عايزه اكمل لكم حاجه، اللي هو بقى الدوكس اوف بليني دول هيصبوا في ايه؟ هيصبوا في الرينال كالسيس اللي هي الحاجات اللي عامله زي الكاس بتاع الزهره اهيت، اللي هي شايله الرينال بيراميد. تحس ان الرينال بيراميد دوت زهره، والكاس بتاعها الجزء دوت اللي هو اسمه الرينال كالسيس، ودي في منها ماينور وفي منها ايه؟ ميجور كالسيس. يعني هم بيبقوا ثلاثه اربعه ميجور كالسيس اللي هم الكبار دول، وكل واحده فيهم بتتفرع لاثنين او ثلاثه ماينور كالسيس اللي هم الصغيرين دول اللي شايلين مين؟ الرينال بيراميد. كان الرينال بيراميد زهره والماينور رينال كالسيس دي هي الكؤوس بتاعه الزهره الصغيره، وبعد كده يتجمعوا في كؤوس اكبر اللي هي الميجور كالسيس اللي هي هتتجمع وتدينا مين؟ الرينال بيلفس، وبعد كده اليوريتر. تمام.
تمام كده يا شباب. طيب في بقى مصطلحين عايزين نفرق بينهم، حاجة اسمها رينال لوب وحاجة اسمها رينال لوبيول. اللوب طبعا أكبر من اللوبيول، سواء الرينال لوب أو اللوبيول فهي أكيد هتبقى واخدة كور من المظلة وحواليه كورتكس. طيب اللوب الكبيرة هتبقى عبارة عن إيه؟ هتبقى عبارة عن رينال بيراميد أو مدلري بيراميد والكورتكس اللي هي فوقه وحواليه. خلاص كده يبقى دوت اللي هو الايه، ده اللوب، هي عباره عن ميدالري بيراميد والاسوشيتد كورتيكال تيشو، سواء اللي موجود هنا على البيز او سواء اللي موجود على السايدز اللي هم الكولنز اوف بيرتيني. اوكي كده. طيب طب امال بقى ايه هي الرينال لوبيول؟ برضو هي كور من المظله بس اصغر شويه، يبقى هتبقى هي الميدالري راي والكورتيكال تيشو اللي حواليه. تمام كده. يبقى دايما سواء لوب او لوبيول هتبقى واخده كور من المظله وحواليه كورتيكال تيشو. اللوب هتبقى واخده البيراميد ده كله والكورتيكال تيشو اللي حواليه، سواء اللي على البيز او سواء اللي على السايدز. طيب واللوبيول هتبقى واخده الري الشعاع اللي هو الميدالري ري والكورتيكال تيشو اللي حواليه. تمام. دول مصطلحين كده بساط كنا عايزين نعرفهم، كل الحاجات دي بس علشان الام سي كيو. اوكي. طيب تعالوا بقى نخش ونشوف ايه هي الاستراكشرال وايه هي الفانكشنال يونت بتاعه الكيدني بعد ما نعرف الاستراكشر بتاع الكيدني عباره عن ايه. قال لك الاستراكشر بتاع الكيدني عشان هي حاجه سوليد او اي سوليد اورجن لما بنيجي نتكلم عنه، يعني اورجن ملوش تجويف، بنقول الاستراكشر بتاعه عباره عن ستروما اللي هي الهيكل اللي هي السبورتنج تيشو اللي معمول بكونكتيف تيشو، وجوه في بارينكيما اللي هي الحشو بتاع الهيكل ده اللي هي بتبقى عبارة عن الفانكشنينج بورت. بالنسبة للكيدني الاستروما هي عبارة عن كبسول بيبقى حوالين الكيدني داير ما يدور، والكبسول دوت بيبقى أسوسييتد مع مين؟ مع الفات دوت اللي احنا بنسميه بيرينفريك فات. تمام. طيب والكبسول بيطلع منه سيبتا، بس هي الحقيقة ما بتبقاش واضحة قوي في الكيدني، بتبقى فين سيبتا اللي هي هتقسم لنا لوبز والبيولز، وطبعا بيبقى فيه فرشة جوه للبارينكيما بتقعد عليها عبارة عن نتورك اوف ريتيكولار كونكتيف تيشو. علشان كده ساعات بنصبغ الكيدني سيلفر علشان نشوف الريتيكولار كونكتيف تيشو. تمام كده. يبقى دي الاستروما، كبسول سيبتا او ترابيكلي طالعة من الكبسول، وعندنا كمان ريتيكولار كونكتيف تيشو. امال البارينكيما عبارة عن ايه؟ البارينكيما عبارة عن الرينال نيفرونز. ايه هو الرينال نيفرون؟ هو الاستراكشرال والفانكشنال يونت بتاعت مين؟ بتاعت الكيدني. ومعاه طبعا النيفرون هيعمل لنا اليورين، واليورين هيخرج عن طريق الكولكتنج تيبيولز، فاذا البارينكيما هي عباره عن نيفرون وكولكتنج تيبيول اللي هي هتخرج لي اللي هيصنعه النيفرون اللي هو اليورين علشان تخرجه بره وتوصله للرينال كاليسيس ومنها لليوريتر، وبعد كده يروح لليورينري بلادر ويخرج بقى. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى النيفرون ده اللي هو البارينكيما بقى عباره عن ايه. قال لك النيفرون اللي هو طبعا الاستراكشرال والفانكشن يونت بتاعه الكيدني بيبقى عباره عن بيبقى عباره عن ثلاث حاجات. ايه هم؟ انا بس عايزه اشوف صوره ونشرح عليها احلى. هو ده النيفرون، الاستراكشر ده هو النيفرون اللي هو عباره عن ايه بقى؟ عباره عن الكوره دي اللي احنا بنسميها رينال كورباسل او مالبيجيان كورباسل، ومعاها التيبيولز اللي انتوا شايفينها دي. اي تيبيول بتبقى بالمنظر ده اللي هي كويلد كده بيسموها كونفوليوتد، ولان عندنا اتنين كونفوليوتد فالقريبه من الكورباسل هنقول عليها بروكسيمال كونفوليوتد، والبعيده هنقول عليها ديستال كونفوليوتد. فعندنا بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول وعندنا ديستال كونفوليوتد تيبيول، والحاجه اللي هي عامله زي حدوه الحصان ديت او يو شيبد دي بنقول عليها مين؟ اللوب اوف هنل. خلاص كده. وهو ده الاستراكشر بتاع مين؟ او هو ده اللي بنقول عليه النفرون. وطبعا كل نفرون بيبقى له ايه؟ بيبقى له كولكتنج تيبيول وكولكتنج دوكت خاصه بيه. تمام. طيب قال لك على حسب بقى اللانس بتاع اللوب اوف هنل، في عندنا يعني انواع للنفرونز. في عندنا شورت نفرونز، وفي عندنا ايه اللي هي الجاكستا ميدالري او لونج نيفرونز. تمام. الشورت نيفرونز دي هي عاده الرينال كورباسل بتاعتها بتبقى موجوده في يعني سوبرفيشال كده في الكورتكس،
هي جاست اللوبوفين اللي بتاعتها بتوصل للاوتر مضلة. تمام؟ طيب امال اللونج نيفرونز ديت، او لان هي الرينال كورباسل بتاعتها بتبقى ديب او في الكورتكس قريبه من المضله، بنسميها جاكستا ميدالري نيفرونز. فالجاكستا ميدالري نيفرونز دي بتبقى زي ما انتم شايفين الكورباسل بتاعتها موجوده ديب في الكورتكس، واللوب اوف هنل بتاعتها بتبقى طويله جدا وبتبقى واصله فين؟ واصله للديب او الانر مضله. والجاكستا ميدالري نيفرون دوت هو ده اللي بيعمل لنا الميدالري هايبر تونستي اللي هي بتبقى مسؤوله عن اليورين ايه كونسنتريشن. تمام؟ طيب يبقى دول نوعين النيفرونز اللي عندنا، اللي هو شورت او اللي بنسميه كورتيكال نيفرون، واللونج او اللي بنسميه جاكستا ميدالري. تمام؟ والصوره دي مبينه قوي الفروق مكان الكورباسل فين وطول اللوب اوف هانل عامل ازاي، وكل واحده فيهم بتنتهي فين في المضله. وطبعا ما انساش ان الجاكستا ميدالري هو ده اللي وظيفته الكونسنتريشن بتاع اليورين عن طريق ان هو اللي بيعمل لنا الميدالري هايبرتونستي، ودي حاجات طبعا انتوا بتدرسوها في الفسيولوجي. وما ننساش كمان ان مين فيهم الموست كومن ومين فيهم الموست نيومرس. الموست نيومرس هو مين؟ هو الكورتيكال نيفرون، هو اللي بيبقى عدده كبير اللي هو الشورت نيفرون او الكورتيكال نيفرون، بيمثل زي ما انتم شايفين اهوت 85%. ما ننساش برضو ان عندنا تاني بقى النيفرون عباره عن ايه؟ النيفرون عباره عن الاجزاء اللي انا قلت عليها، الكوره دي بنسميها رينال كورباسل او مالبيجن كورباسل، وبروكسيمال كونفوليوتد تيبيول اللي هي الملفوفه دي، وبعد كده عندنا اللوب اوف هيل، وبعد كده عندنا ديستال كونفوليوتد تيبيول، وفي عندنا كولكتنج تيبيولز بقى وكولكتنج دوكس والكلام ده كله. طيب تعالوا نشوف الرينال كورباسل دي عباره عن ايه. زي ما انتم شايفين هي عباره عن كورباسل اهي. الكورباسل ديت بيبقى ليها فاسكولار بول اللي هو بيبقى داخل منه الافرنت ارتريول، وبعد ما الافرنت ارتريول هيتفرع لجلوميرولار كابيلاريز علشان يحصل من خلالها فلتريشن، هتبتدي تتجمع وتخرج في شكل افرنت ارتريول. فيبقى الفاسكولار بول بتاع الكورباسل ده هو البول اللي داخل منه الافرنت وخارج منه ايه الافرنت. وليها يوريناري بول اهوت، ده اليوريناري بول اهوت يا شباب اللي هو متوصل بمين؟ بالبروكسيمال كونفوليوتد تيبيول اللي هو هيتم بقى الفلتريشن، واليورين هيبتدي يتكون هنا في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، ومنها للوب اوف هنل ومنها للديستال وهكذا. وكل وطول ما اليورين معدي في كل جزء عمال يحصل له موديفيكيشنز هنعرفها بعد كده. تمام؟ يبقى دلوقتي دي الرينال كورباسل بتاعتنا، هي حاجه سفيريكال ليها فاسكولار بول وده سهل جدا، داخل منه الافرنت وخارج منه الافرنت، وليها يورينري بول وهو دوت اللي بيبقى ناحيه مين؟ ناحيه البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول او اللي بتبدا عنده البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول. تمام؟ طيب هي عباره عن ايه بقى الكورباسل ديت؟ هي بسيطه قوي، هي عباره عن جلوميرال كابيلاريز وسراوندد ببومانز كابسول. يبقى هي عباره عن جلوميرال كابيلاريز موجوده في النص وسراوندد بمين؟ بالبومانز كابسول. تمام؟ طيب الجلوميرال كابيلاريز دي هنعرف الاستراكشر بتاعها كمان شويه، بس تعالوا نشوف دلوقتي البومانز كابسول ده عباره عن ايه. البومانز كابسول زي ما انتم شايفينه هو دبل لايرد كابسول، هو دبل ممبرينت كابسول لو تو ممبرينز. الاوتر دوت اللي هو بيمثل الاوتر ليميت بتاع الرينال كورباسل اللي هو بيبقى كونتينوس اهوت مع البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، دي بنسميها البارايتال لاير. طب واللاير اللي لازقه على الجلوميروراي بنسميها الفيزرال لاير. وما بين التو لايرز في سبيس، السبيس ده هو الكابسولار سبيس وبيبقى طبعا او البومنز سبيس، وبيبقى متصل بمين؟ بالسبيس بتاع البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول. تمام؟ طيب تعال نشوف الاستراكشر بتاع كل لير من اللايرز دول ونشوف المفروض نعرف فيه ايه. البارايتال لير اللي هي الاوتر ليميت دي اللي هي بره دي طبعا سهله جدا، لو انتوا فاكرين السيروس ممبرينز فهي شبهها، بتبقى عباره عن سيمبل سكويموس ابسيليوم. واول ما بتيجي هنا عند البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول بيبتدي السيمبل سكويموس ابسيليوم دوت اللي هو بيبقى فلاتند سيلز وفلاتند نيوكليوي تتحول لكيوبويدال سيمبل كيوبويدال سيلز او كيوبيكال سيلز اللي هتبقى هي لايننج اليمين للبروكسيمال كونفوليوتد تيبيول. تمام كده؟ طب امال بقى مين الاهم عندنا؟ الاهم الفيزرال لاير اللي لازقه على الجلوميرولار كابيلاريز، لان ديت هتشارك في الجلوميرولار او الرينال بلاد بارير. تمام كده؟
طيب اللاير دي بتبقى لايند بايه؟ قال لك دي بقى بتبقى لايند بسبيسيفيك سيلز او بسبيشال سيلز اسمها بودوسايتس. وتعالوا بقى نشوف البودوسايتس دي شكلها عامل ايه، لان دي حاجه مهمه جدا ولازم نعرفها. تمام كده؟ قال لك البودوسايت دي بصوا شكلها عامل ازاي، اهي دي البودوسايت، دي البودوسايت، ودي الجلوميرال كابيلاريز. تمام؟ ما احنا قلنا اللاير بتاعت البومنز كبسول اللي لازقه على الجلوميرال كابيلاريز هي دي الفيزرال لاير، وهي لايند بسبيشال سيلز موديفايد ابسيليال سيلز اسمها ايه؟ اسمها بودوسايتس. البودوسايتس هي شكلها بيبقى زي ما انتم شايفين كده، هي خليه ستار شيبد او استيليت، يعني ليها بروسيسز كتيره زي ما احنا شايفين اهو. هي بيبقى ليها بروسيسز بودي اهو، بودي، البودي ده فيه سيتوبلازم والنيوكليس وكل الاورجانيلز، والبودي ده بيبقى طالع منه نوعين من البروسيسز، بروسيسز كبيره هي اللي هي بنسميها ميجور او برايمري، وبعد كده ماينور بروسيسز اللي هي بيبقى طالع منها رجول اللي انتم شايفينها دي اللي هي الايه؟ اللي هي الفيت. تمام كده؟ طيب المهم النيوكليس بتاعتها بتبقى ريجولر، السيتوبلازم هنعرف كمان شويه فيه ايه لما نعرف الفانكشن بتاعتها. اللي يهمنا قوي بصوا كده اللي بيبقى لازق على البيزمنت ممبرين بتاع الجلوميرال كابيلاريز الماينور والفيت، الفيت بنسميها برضو بيديكلز. تمام؟ طيب قال لك الميجور بقى والبودي، الميجور بروسيسز او البرايمري بروسيسز والبودي دول بيبقوا بعاد خالص عن الكابيلاري وبيفصلهم عن الكابيلاري سبيس، بيبقى تحت البادي اسمه سب بودوسيتيك سبيس. تمام كده؟ يبقى مين اللي لازق على البيزمنت ممبرين بتاع الجلوميرال كابيلاريز؟ الماينور والبيديكلز او الفيت. خلاص كده؟ او الفيت. انما طبعا الميجور والبادي لا، بعيد وسيباريتد بسب بودوسيتيك سبيس اللي هو بيتم فيه او اليورين او الفلويد اللي بيبقى فلترد بينزل في الصب بوتوسيتيك سبيس ومنه يخش على مين؟ على الكابسولار سبيس او البومنز سبيس وبعد كده يروح للبروكسيمال كونفليوتد تيبيول. طيب في حاجه ثانيه بقى مهمه انا عايزه اقولها. بصوا كده انتوا شايفين ايه؟ شايفين الفيت دي عامله ايه مع بعض؟ ده متشابكين انتر ديجيتيتنج ويز اتش اذر. ممكن تبقى فيتس بتاعت فيت بتاعت نفس السل او فيت بتاعت سل وسيل ثانيه جنبها، لان هما الخلايا البودوسايتس دول بيبقوا واخدين الكابيلاريز في حضنهم زي ما انتوا شايفين كده. المهم الفيت بتبقى متداخله كده وانتر ديجيتيتنج زي فكره لما انت تفرد صوابع ايديك الاثنين وتروح جاي مدخلهم في بعض. طيب لو انت عملت كده وفردت صوابع ايديك صوابع ايديك الاثنين ودخلتهم في بعض هتلاقي ما بيبقوش يعني كومبليتلي فيتنج، يعني ما بيبقوش سادين خالص الدنيا، لا بتلاقي في فراغات كده موجوده ما بين الانتر ديجيتيتنج فيت دول او ما بين صوابعك لما تعمل لهم انتر ديجيتيشن. السبيسز ديت عامله زي الشقوق اهيت، الشقوق دي بنسميها ايه؟ بنسميها فلتريشن سلتس. اشمعنى؟ لان الفلترد فلويد اللي هينزل من الكابيلاريز هيعدي منهم علشان يخش على السب بودوسيتيك سبيس، ومن السب بودوسيتيك سبيس هيروح يخش على مين؟ على اليورينري بول او على الكابسولار سبيس بتاع البومنز كابسول علشان يكمل بقى طريقه. اوكي؟ طيب المهم ان الفلتريشن سليتس دي ما بتبقاش مفتوحه زي ما انتم شايفين كده، ده تبقى متغطيه بغشاء، الغشاء ده اسمه دايفريم. والفلتريشن سليت دي هي بتبقى تقريبا الديامتر بتاعها من 20 ل 30 نانومتر ومتغطيه بغشاء اسمه فلتريشن سليت دايفريم، دوت بيبقى تقريبا حوالي 7 نانومتر في الثيكنس بتاعه. المهم ان الفلتريشن سليت دايفريم ده مهم جدا جدا، مهم ليه؟ هو بيبقى حاجه كده عامله زي موديفايد تايت او اوكلودنج جونكشن. يعني ايه؟ يعني مش دول فيت متداخله في بعض اهيت، ارجل داخله في ارجل متداخله مع بعضها، من كل فوت من دول بيطلع زي ترانس ممبرين بروتين اسمه نفرين، ومن الاوبوزيت فوت هيطلع برضو ترانس ممبرين بروتين اسمه نفرين، ويقوموا يمسكوا في النص كده زي السوسته، زي فكره بالظبط مين؟ التايت جونكشن بتاعت زمان اللي كنا بناخدها في الابيثيليوم، ويروحوا يقفلوا لنا ايه؟ يقفلوا لنا السبيس. بس بيبقى على جانبي التايت جونكشن دي في خروم، خلاص علشان الخروم دي هتعدي مين؟ الفلتر دي فلويد، وهتعدي حاجات معينه وهتمنع الماكروموليكيولز انها تعدي. يعني اذا الفلتريشن سليت دايفريم ده بيشتغل بارير، ميكانيكال بارير، من خلال الفتحات بتاعته في حاجات معينه وفي حاجات هتعدي وفي حاجات مش هتعدي.
خلاص كده. وما تنساش ان الفلتريشن سليت ديافرام ده عباره عن موديفايد سبيشالايزد اوكلودنج او تايت جونكشن، هي معموله ببروتين اسمه النفرين، مش لازم تعرفوه بس انا بقوله لكم كده. وطبعا بتبقى يعني عامله قافله السبيس اللي هو ما بين الانتر ديجيتيشنز بتاعت الفيت يعني بطريقه زي السوسته بالظبط، خلاص كده. طيب وبيقول لك بقى ان الفلتريشن سليت ديافرام دوت هتلاقيه من احد مكونات الرينال بلاد بارير لما هناخده كمان شويه، تمام. يبقى تاني بقى ما ننساش ان البودوسايت دي هي الخليه اللي عامله لايننج للفيزرال لاير بتاعه البومنز كبسول، هي خليه زي ما انتم شايفين هي استيليت، يعني ليها بروسيسز وليها تو تايبس من بروسيسز، الكبيره دي بنسميها ميجر او برايمري والصغيره بنسميها سكندري، والسكندري بتنتهي ببيديكلز او بفيد بروسيسز. الفيد بروسيسز والسكندري بيبقوا قاعدين او لازقين على البيزا اللامينا بتاعه او البيزمنت ممبرين بتاع الجلوميرال كابيلاريز، انما البادي والميجور او البرايمري بروسيسز دو نوت كونتاكت البيزمنت ممبرين، مفصولين عن الكابيلاريز او الجلوميرال كابيلاريز بحاجه اسمها سبودوسيتيك سبيس. ما ننساش ان الفيد بروسيس دي بتتداخل مع بعض، يعني بتشبك كده مع بعض زي ما انتم شايفين، بتعمل حاجه اسمها انتر ديجيتيشن، وبتوين الانتر ديجيتيتنج فيد بيبقى فيه فتحات اهيت سلاتس بنسميها فلتريشن سلات سلاتس، وبتبقى متغطيه بغشاء اسمه فلتريشن سليت ديافرام، وده بيبقى عباره عن موديفايد تايت او اوكلودنج جونكشن معموله بروتين اسمه النفرين، وبيبقى قافلنا الفتحات ديت بطريقه سيبر لايك بالظبط، خلاص كده. ولكن بتبقى مخرم على الناحيتين، فعشان كده هو بيشتغل كميكانيكال بارير، بيعدي حاجات معينه والماكروموليكولز الكبيره مش هتعدي من خلاله. وما ننساش ان الفلتريشن ديافرام دوت بيعتبر جزء اساسي من مكونات مين الرينال بلاد بارير لما هناخده كمان شويه. طيب هي دلوقتي عرفنا فانكشن من الفانكشنز بتاعت البودوسايت انها بتكون جزء من الرينال بلاد بارير، طب ايه الوظائف الثانيه بتاعتها؟ قال لك هي عندها كونتراكتايل فانكشن، ونتيجه لكده تقدر تتحكم في الفلو او في الريت حتى بتاع الفلتريشن. طب بما ان هي عندها كونتراكتايل فانكشن تتوقع يبقى موجود ايه في السيتوبلازم؟ اكيد في اكتين وفي مايوسين، تمام كده. طيب وبما ان هي عندها اكتين هتعمله ازاي؟ الاكتين دوت عباره عن بروتين، وبروتين خاص بالخليه وبيفضل في السيتوبلازم بتاعها، يبقى هي اكيد عندها نيوميرس فري رايبوزومز، تمام كده. طب ولو قلت لكم انها بتشارك في التيرن اوفر بتاع مين؟ بتاع الجلوميرولار بيزمنت ممبرين، فهتقدر تقول لي انها عندها برضو يعني هي بتفرز حاجات لها سكريتوري فانكشن، فهيبقى عندها ار اي ار وعندها ويل ديفلوبد جولجي وعندها ميتوكوندريا برضو عادي جدا، بس ما تنساش ان عندها نيومرس فري رايبوزوم علشان تعمل الاكتين اللي هو مسؤول والمايوسين اللي مسؤول عن الكونتراكتايل فانكشن بتاعتها، تمام كده. يعني ده بمنتهى البساطه الكلام عن البودوسايت، ما فيهوش اي حاجه لو احنا فهمناه، تمام. ودي الفانكشنز بتاعت البودوسايت زي ما احنا قلنا، وكفايه قوي الفيديو ده، انا مش حابه اطول وهعملها على كذا فيديو صغير زي كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.